سيادة المستشار بهاء بوشوقة، شايف أن البرلمان حقق إيه على المستوى التشريعي والقانوني؟ أولاً هذا المجلس مجلس حقق من التشريعات كماً وكيفاً غير مسبوق. مش بقول هذا تحيزاً، إنما دي الحقيقة، وخصوصاً أننا كنا أمام ركود تشريعي. يعني قبل 25 يناير كان هناك ركود بدلالة أننا أمام قوانين بالية وعقيمة وعفى عليها الزمن. قوانين يعني هل يعقل أن نكون أمام قانون تجمهر، القانون 10 لسنة 1914، وقانون مثلا قانون غش اللي هو 8 القانون رقم 48 لسنة 41، يعني قوانين وقوانين المحلات العامة وكثير عفى عليها الزمن يعني. عفى عليها الزمن. وبعد 25 كنا أمام فترة ما كانش فيه برلمان. فهذا المجلس تصدى للقوانين كثيرة، ومنها قوانين الاستثمار، منها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات اللي يشكل ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات، والتي كانت مفقودة في مصر، وده لابد أن نركز عليه كثيرا، ويؤكد أن مصر بعد 30 يونيو تسعى جاهدة لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار السياسي والفكري، وأن نكون أمام نزاهة حقيقية لأي انتخابات أو استفتاءات. يعني الكثير من القوانين الخاصة بالرياضة، وقوانين خاصة بالإرهاب ومكافحة الإرهاب، وقوانين تتعلق بإجراءات التقاضي، كل هذه القوانين كما وكيفا على أعلى مستوى. يعني ويمكن قانون بناء وترميم الكنائس اللي كان في دور الانعقاد الأول في آخر جلسات، وما لم تقترب منه برلمانات سابقة، يؤكد أن هذا البرلمان أنجز الكثير من حيث الكم والكيف.